سيدة رجولة، أنتقل لك. كما يذكر ضيفنا من لندن، والحديث بشكل واضح عن أن التوجهات الآن عالميا لدراسة التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير هذه الحرب على أزمات متعلقة بالغذاء والطاقة وغيرها، لكن الولايات المتحدة لها ميزة خاصة في تعاملها مع إسرائيل. الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام أكد لرئيس إسرائيل في زيارته أنه حتى لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها. هل نتنياهو بعودته إلى الحكم مرة أخرى سيجلب علاقات جديدة مع إدارة الرئيس بايدن، أم أن الأمور ستزداد سوءا كما كانت عليه قبل ذلك؟ نعم، تحية لك ولضيفك ولضيوفك وللمتابعين. حقيقة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية وتعاطيها مع إسرائيل، لا من الناحية الأمنية لا يختلف حقيقة إذا كانت هي حكومة يمينية أو هي حكومة يسارية. بكل الأحوال على الناحية الأمنية والتعاطي الأمني، واشنطن تتعاطى مع تل أبيب بطريقة لا تحددها التوجيهات السياسية لمن هو يملك الأغلبية في الكنيست. يعني مع الاتفاقيات، مع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي كانت أيام نتنياهو، جاء بايدن ولم يغير هذا الأمر، وحتى الحكومة التي أتت بعد نتنياهو لم تغير هذا الأمر وحاولت أن توسع من دائرة الاتفاقيات الإبراهيمية. فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أيضا لم يتغير ولن يتغير موقف إسرائيل فيما لو كان نتنياهو في الحكم أو لابيد. وأيضا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، كان موقف إسرائيل واضحا، لم يتغير عن موقف نتنياهو الأمني. كان رافضا للملف النووي، ولكن كان هناك نوع من المناورة ومن نوع من العلاقات الشخصية التي اتفقت بها أو اتفق بها جيك مع من كان بالحكومة، إن كان بنت أو بعده لابيد، أنه لا نريد أن يكون هناك نوع من التصريحات العلنية للرفض، دعونا نتحدث خلف الأبواب المغلقة. بينما كانت سياسة نتنياهو الإعلامية كانت رعناء، كانت يعني بشكل أنه لا يهمه من هو يقوم بالتسليب عمليا. نعم، هذا فقط على الاختلاف. ولكن على كل الملفات الأمنية هناك تنسيق كامل وتوافق كامل. وبالأخص ما أريد أن أؤكد أن انتقلت بعد الاتفاقيات الإبراهيمية، انتقلت إسرائيل عسكريا فيما يتعلق بمراكز، يعني السينكوم أو القيادة المركزية أصبحت ضمن القيادة المركزية التي هي يعني بشكل عام معنية بالشرق الأوسط، بينما كانت قبل باليوروب كوم. هذا يعني أن التنسيق حتى على الأساس العسكري هو أصبح يعني جزء متجزأ ولا ينظر إلى من هو في الكنيست. لكن سيدة رجولة، في ضوء ما تذكرين وعلى عجالة، نتنياهو في مقابلة صحفية قبل أيام قال: أنا أستطيع أن أقول للرئيس الأمريكي جو بايدن لا. يعني هذه التصريحات هل يمكن فهمها فقط من باب الدعاية، من باب أنه هناك تغيير في إسرائيل يمكن أن تشهد على صعيد المواقف مع الولايات المتحدة وتنسيق هذه المواقف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالمحيط العربي والتعامل مع إيران؟ نعم، هذا يؤكد ما أشرته لك. نعم، حتى الحكومة السابقة قالت لا لرئيس بايدن، ولكن لم تقلها بشكل علني. ما يشير إليه نتنياهو أنه يستطيع أن يقولها بشكل علني لا، ولكن المضمون واحد. هي تتعلق بالشخصية والديناميكيات الشخصية بين بايدن ونتنياهو. أعتقد أن العلاقة بين نتنياهو وبايدن مختلفة جدا عما كانت عليه بين نتنياهو وأوباما.